بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معي اليوم وصفة أكل كتير كتير شهية، بزورة الدجاج، وكتير الصوص تبعها طيب. إن شاء الله بتجربوها الطريقة وبتعجبكم، وخلونا مع الوصفة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم بإذن الله مطبخنا. بتمنى من اللي بشوفني أول مرة بشوف القناة ما تنسونا من اللايك من الشير. عندي اليوم وصفة كتير كتير لذيذة وكتير شهية، وبحبوها الصغار وبحبوها الكبار. عندي هون في صدر دجاج حوالي نص كيلو، عندي كمان هون حبة كوسة بمقدار حوالي 250 جرام أو 300 جرام، هون كمان عندي فقع أو شامبينيون قطعته صغير وغسلته حوالي 250 جرام، عندي بصل مفروم ناعمة، عندي هون فلفل أسود وملح، وهون بهار الماجي أو بهار الفاهيتا، هذا يعني بشبه الماجي، وهون عندي معلقة نشا كبيرة ذوبتها بكاسة من المي. هلأ بدي أبلش. أنا غسلت طبعا الكوسة وهون نظفتهم، بدي أبلش تقطيع وبرجع لكم بعد ما أخلص التقطيع. هيتنا أنا هون قطعتهم بهيك حجم كبير، شايفين هاي القطع اللي قطعتهم. بدنا نروح هلا على الغاز ونطبقهم. هاي كمان الكوسة نفس الشي قطعتها، هياتهم بدنا نروح على الغاز ونطبق الطريقة. ونجيت طبعا حميت الغاز، وبدي أحط معلقتين كبار من الزيت النباتي، أنا بحط زيت الذرة. بدي أحط عندي البصلة اللي هون مفرومة أو مقطعة ناعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدنا نسيبها شوي تتشوح، يعني مش تتحمر منيح، تتشوح شوي تتدبل، وبنحط عليها زهور الدجاج. هاي أنا بعد شايفين ما تدبلت عندي، يعني ما أخذت اللون الأشقر. بدي أسقط بسم الله الرحمن الرحيم زهور الدجاج اللي عندي، أحركهم بس شوي فيها يتدبلوا، وبنزل معهم الكوسة والشامبينيون أو الفقع اللي عندنا. هاي بسم الله الرحمن الرحيم بس يتدبلوا شوي. طبعا انا غطيتها بس عشان تتدبل منيح، تعطيني اللون شوي الفاتح الابيض، بس تعطيني اللون بنسقط فيها الكوسة والشامبينيون. شايفين هاي وصلت عندي لهيك لون، بسم الله. بدي اسقط هلا الكوسة والشامبينيون اللي عندي مثل ما قلت كلهم، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والكوسة هاي احركهم اقلبهم منيح مع بعض، وبدي احط عليهم كاسة من المي. طبعا هاي كله راح يدوب، الكوسة انا بدي اياها تدوب، يعني اذا بتحبوا تطولوا بالطبخة بتسيبوها تدوب، ما بتحبوا انتوا هذا بيرجع لكم. بدي احط كاسة مي ساخنة واسيبهم يتدبلوا مع بعض اقل شيء 10 دقائق. هاي وبنرجع لهم لما ينطبخوا منيح ونشوف. شايفين هاي بلشت عندي بالغليان، طبعا ما بدي توصل لهيك درجه، لازم حبه الكوسه هاي تكون دابت اكثر من هيك. نخليها ولما تخلص بنشوف، بنرجع لها وبنشوف كيف. شايفين هاي وصلت انا لهي المرحله، انا بدي هاي الصوص اللون، تعطيني هاي اللون البني الفاتح. عندي هون ححط هلا مثل ما قلت معلقه النشا الكبيره، ارجع احركها، وعندي احط البهارات اللي قلت عنه هذه، يعني ممكن تصعدوها بالماجي. وهون نسيت اقول عندي نص معلقه صغيره من الثوم الناعم والفلفل الاسود البهارات. هاي بدي احطهم هلا، اسيبهم ليتسبكوا مع بعض تعطينا اللون المطلوب اللي انا بدي اياه. شايفين هاي الصوص القوام انا حسيته خفيف، زودته كمان معلقه من النشا. واخر شيء طبعا انا بدي احط الملح طبعا حسب الرغبه انتو. هاي هلا بدي اسيبها، شايفين كيف الصوص مثل ما قلت اذا حسيتوه خفيف بتزودوه كمان معلقه نشا. هاي واللون طبعا مع صوص الدجاج هو بيعطيني هذا اللون. هاي بدي اطفي الغاز هلا ونشوف كيف بدنا نقدمه، مع رز مع بطاطا مسلوقه مع اي شيء. كثير كثير هالطريقه طيبه وبحبوها الاولاد. هاي هلا بدي اطفي الغاز، اخر شيء طبعا انا حطيت الملح. شايفين كيف القوام تبعها كثير تقيل، بتمنى انكم تجربوها. هلا نشوف. شايفين هاي اكلتنا، وصفتنا جهزت، وهي اللون شايفين والشكل هيتها اسا. وهي انا حط كان عندي رز حطيتها، الرز انا عاملاه بشعريه بحمره مع معلقه زبده او سمنه، هو والرز الشعريه بحمرها هي والرز، بتعطينا هاي اللون وقوام الصوص. شايفين كيف هاي
ان شاء الله بتعجبكم هالطريقه، وبتمنى انكم تجربوها، ان كثير كثير طيبه. وهذا اللون بيعطيني اللون مع النشا مثل ما قلت لكم، والصوص اذا حابين تغمقوا اللون ممكن تحطوا معلقه من الصويا زوز اذا موجود. وهي صورة الدجاج، وكثير هالاكل شهيه وطيبه وبتعجب الصغار والكبار. ان شاء الله بتجربوها، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك من الشير، وبنلاقيكم بفيديو ثاني، وبامان الله.